نعود إليكم من جديد أعزائي المشاهدين لاستكمال باقي حلقة الكلام الحر مع ضيوفنا فايز عنزي رئيس جمعية أهالي الشهداء والأسرى الكويتيين وحماد النومسي الشاعر السياسي. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. مساكم الله ويانا اليوم. الله يسلمك يا عفو. طبعا استضافتكم هو جزء من تذكر أيام التحرير وقبلها استقلال الكويت. اليوم 26 فبراير يوم يعني مجيد في تاريخ الكويت. صحيح. للأسف إنه يعني صار الاحتفال في هذا اليوم والاهتمام فيه مقصور على مظاهر يعني احتفالية أكثر منها توثيق ويعني تمجيد لمن قدم روحه فداء للوطن أو من قدم أعمال بطولية لصالح هذا الوطن في أشد فترات المحن التي عاش هذا الوطن. أبو طلال نبدأ وياك أول شيء في مسألة الأسرى والشهداء، خصوصا أنك أنت ترأست جمعية الأهالي وأهالي الشهداء والأسرى فترة طويلة من الزمن. وين وصلت جهودكم في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قبل أن أبدأ على سؤالك مساعد، أتقدم بخالص التهنئة لمقام حضرة صاحب السمو وسمو العهدة الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة الكريمة، وكذلك التهنئة موصولة لقناة اليوم بعودة البث. وأعتقد أن احنا قبل أن نهنيكم نهني أنفسنا، لأن احنا كنا محتاجين فعلا أن تعود قناة اليوم إلى مشاركة زميلاتها من القنوات الأخرى في مسايرة الأحداث مثل ما كنا نعرف توجهها وخطها الذي نعتقد أن كان كثير من أفراد الشعب الكويتي ينتظرونها، فبالتالي مبروك لكم. ردا على سؤالك مساعد، الحديث ذو شجون في هذه القضية، ولكن أنا أعرج من بداية سؤالك لما قلت أن لماذا الاحتفالات تقتصر على الأغاني والأهازيج، هي حالة فرح نتمنى أن تستمر، ولكن الأفضل من ذلك هذا الجيل اللي قاعد نشوفه على شارع الخليج، هل درس في مناهجه عن سيرة شهيد؟ هل عرف في مادة التربية الاجتماعية التربية الوطنية أو في مادة الاجتماعيات أن هناك شهيد اسمه كذا، أن هناك شهيد من عرض الشهداء عمل هذه التضحية لوطنه؟ هل هذا الشاب اللي عمره الآن 23 و 24 و 25 يطلع الخليج ويحتفل، هل من ضمن معالم الكويت هناك معلم صرح نصب تذكاري للشهداء؟ أبو فيصل ولا أقطع حديثك، يعني معلش أنا يعني الشيء الغريب يعني أن كل الأمم تمجد شهدائها يعني وأبطالها اللي قدموا يعني أعمال عظيمة. الشيء الغريب أن إحنا ما عندنا أي منشأة أو شارع باسم شهيد واحد. نعم. وفي نفس الوقت يعني تعج الشوارع الكويت بأسماء شخصيات والله ما حد يعرفها. يعني أنا على الأقل أعرف لي تاجر جشع بخيل فيه مسمين عليه شارع. صحيح. تخيل. صحيح. تاجر جشع وبخيل ويعني معروف بسوء سيرته سموا عليه شارع، لكن شهيد قدم روحه للوطن لم يتم تسمية شارع باسمه. ايش رايك يا ابو؟ انا رايي ان كلامك صحيح 100%. انا سميت الحاله اللي نمر فيها الحين حاله نزيف بتسمية الشوارع. احنا نمر بحاله نزيف لم تمر على المجتمع الكويتي من قبل. لعلمك اقتراح تسمية الشوارع اقتراح بصيغه قانونيه قدم الى المجلس البلدي وبلدية الكويت من 2006 وحتى الآن مقدمه كل سنة وإلى الآن لم يدرس. هذا واحد قدم أيضا إلى مجلس الأمة وكذلك أيضا لم يعني يأخذ حقه. تسمية الشوارع، تسمية الميادين، تسمية المعالم، هذا شيء أساسي. إحنا لما نزور الدول برا نجد أن هذه الدول تحتفل في مثل هذه الأيام الوطنية بطريقة يعني بطريقة أكثر يعني سطحية. أنا أشوف الاحتفالات مع احترامي أقول لك والفرح مطلوب، ولكن لا تكون سطحية أكثر من اللازم. أنا أتكلم عن المجتمع الكويتي الآن أعتبره مجتمع محظوظ. ليش محظوظ؟ عندنا قيمة مو موجودة لدى أغلب المجتمعات المجاورة، قيمة الاستشهاد. شوف المجتمعات المجاورة عندهم هالقيمة هذه، احنا عندنا هالقيمة هذه. هذه القيمة الناس تشتريها، أو بالأحرى المجتمعات تشتريها وتدورها وتفتخر أن عندها شهداء وكذا. احنا عندنا قضية عشناها، والمجتمع الكويتي
قدم فيها أروع ملاحم التضحية وأروع ملاحم الوحدة الوطنية وأروع ملاحم التكافل الاجتماعي وأروع ملاحم العصيان المدني وأروع ملاحم المقاومة المسلحة، ونتيجة لذلك سطر أكثر من 1300 شهيد. هل 1300 الآن محرومين من تسمية شوارع؟ تدري اقتراحنا شو يقول؟ والله العظيم لو أقرأ لك إياه، اقتراحنا يطلب تسمية الجادات وليس الشوارع. احنا نعرف السقف اللي يعني ما جواد داخل المناطق، الجادات اللي لا تتعدى من 30 الى 60 متر، اللي هي الشوارع الداخلية للمناطق اللي الحين ما يضر يعني قطعة بدل ما يكون شارع 5 جادة 22، هل الجادة هذه خلها 22 اكتب بين قوسين الشهيد محمد عبد الله وانتهينا. يعني ماني عارف شنو يعني الإشكالية في مثل هذا المقترح، واحنا راح يعني ابو مشعان شاعرنا حماد النومسي يعني في نفس الإطار، يعني كل الأمم يعني كان لديها شعراء يعني كانت مهنتهم أو يعني وظيفتهم الأساسية في الحياة هي تمجيد أبطال ورموز التضحية والفداء في هذه الأوطان، والكلام هذا ما هو جديد، يعني احنا نتكلم من الإغريق إلى يومنا هذا، يعني كان فيه قصائد عظيمة لشعراء الإغريق في تعظيم الأبطال الشجعان اللي كانوا يقاتلون العدو الخرافي، بينما هم يتكلمون عن خرافات، احنا نتكلم عن واقع. يعني كان عندنا ابطال شهداء حاربوا الظلم والطغيان والاستبداد، كانت فيه قصائد كثيره تمدد فيه. بس خليني اوضح بس، ترى المقصود الخرافي المعنى اللي باللغه العربيه، الحين الناس يقول تقصد خرافي يسوي لك سالفه ابطال خرافيين ضمه فوق. لا احنا احنا زمن محاكمه النيات. لا الله يكفينا شر. لا الحمد لله ان نيتنا صافيه ونقول الشيء بوضوح. يعني ابو مشعان، نعم، شنو كان يعني وانت يعني انت شباب بس لاحق على الامور هذه، شنو كان عندك يعني من انتاجات ادبيه قبل هذه الانتاجات؟ انت ايش رايك في مساله ان الشعراء خلقوا لتمجيد ابطال وعظماء الامه؟ اول شيء طبعا اشكركم على هالاستضافه واهني قناه اليوم على العوده بعد ان يتمتنا فتره يتمنا في عدم وجود. الله لا يعيشك اليوتيوب ان شاء الله. الله يسلمك. واستنكر ما حصل مع قناة صوت الأمة، واشد على يد اخوي فواز البحر وفريق القناة، وحنا وياهم قلبا وقالبا، ولكن اعلم ان هذا في السياق. امس كانت قناة اليوم واليوم صوت الأمة، ما دمت مزعجا لأرباب الفساد ستجد العقبات، ولكن أعرف أنهم مستمرين إن شاء الله ونحن معهم قلبا وقالبا. بالنسبة للشعراء وتمجيد الشخوص، احنا طبعا مش شخوص الأبطال، حتى لو كانوا عظماء، أنا أعتقد تمجيد مبادئ التي سار عليها هؤلاء الشخوص هي الأسمى والأفضل بالتأكيد. أما الشعراء في الوقت الحالي كلهم على أعتاب الولاة، يعني ما لهم يعني هذا كأنه يعني صار عرف سائد، ومن يختلف يكون هو شاذ عن القاعدة الدارجة. أنا برجع بس اللي سألته الأخوي أبو فيصل اللي هو الاحتفال، أنا أقول بأي حال عدت يا عيد، يعني إحنا ممكن نحتفل إذا كان هناك ما يدعو للاحتفال، طبيعة الأحوال أو طبيعة الأشياء أنك تحتفل إذا كان هناك ما يدعو إلى الاحتفال. إحنا لو نمسك البلد من سنة 90 أو 91 التحرير لغاية الآن، إذا جبت لي شيء واحد يدعو للاحتفال أنا مستعد أروح شارع الخليج، الآن صار رمز لل. بس أبو مشعان هذه سوداوية عاد مطلقة، يعني ممكن في النهاية كان فيه ممكن كان صحيح. فيه كثير من الأمور اللي تستحق الاحتفال، قد تكون الظروف اللي إحنا عايشينها يعني مؤلمة نوعا ما، ويعني نحمل فيها من خلالها الكثير من مشاعر الحزن على أخواننا، يعني بعض الأخوان المعتقلين ومن يتم ملاحقتهم سياسيا أو قضائيا، لكن في النهاية يعني احتفالات الوطن قد تكون أعلى قليلا من هذه الأمور. هو أنت طلعني غلطان وقول لي في شيء يدعو للاحتفال، أنا حاضر نطلع أنا وياك بعد اللقاء نروح نحتفل، ما عندي أي مشكلة. هذه وجهة نظرك. لكن إحنا دائما نقول العملية ليست تسطيح، يعني لا تأخذ العملية، أنت يجب أن تكون
عميق في تعاطيك أو في تفاعلك. يعني أنت لما تأخذ الشكليات وتكبرها وتستانس فيها وتخلي الأشياء المهمة أو الجوهرية عندك مدمرة وتغض البصر عنها وتستانس أنك أنت في جينيتس في الشغلة الفلانية أو كذا، أنت خلك في جينيتس في اختراع معين يفيد البلد، يفيد الأمة اللي احنا فيها، خلك في جينيتس في حقوق الإنسان، في الحريات، فيما تزعمه أنك بلد ديمقراطي، عزز هذه الديمقراطية. خليك، ما ينفع أن إحنا نقول أنا أخذ من الشيء ما أريده، ما يصير. أنت إذا كنت بلدا ديمقراطية يجب أن تحقق الديمقراطية الحقيقية. إذا كنت تصير نفس بعض العالم اللي حوالينا خلاص أعلنها وخلنا. طيب مش عارف شنو كان عندك يعني شيء تعتقد والله شيء أنا تفخر فيه في هذا المجال؟ لا، هو تقريبا هذه قصائد كانت من الـ 91 لغاية 2003، كانت توثيقية لمرحلة من الصراع الكويت مع العراق ومع أيضا دول الضد ومع كثير من الناس اللي كانت، فكنا في تلك الفترة ندافع عن الكويت. اي نعم، ففي العديد من القصائد. مو ياريت تسمعنا قصيدة قبل أن ننتقل لأخونا أبو فيصل؟ إن شاء الله، اسمحوا لي لأن قديمة القصائد بعضها لها 20 سنة. يا قديمة أحسن ترى في الفترة، فما إحنا حافظينها فنقراها من فيقول: بسم الله الرحمن، رب فارض صوم قيام، لا والله هلا تو نادى القافية شيطانها، يعني كذا ولا كذا ولا كذا ما به منام، هيا تولم للبيوت اللي تشوق ألحانها، ما للقصيدة غير شاعرها اللي شد الحزام، وسس حجر مبنى قواعدها على سيسانها، ما هي طلاسم مدعين الشعر من شرق وشام، تبدأ بشرار النار والنار انقدح صوانها، 2 أغسطس لا نسيته قلت للدنيا سلام، والغيت حبي للديار وقلت يا سكانها، ما عاد به غيرة ولا نخوة ولا كلمة ملام، والهجن نحسبها بوقت الضيق مع هجانها، يوم من الأيام ضاع الصوت في وسط الزحام، والجار والجيرة لواها طاح في ميدانها، يضحك طرب وجه الغدر في صفحة الطرس الحرام، ذكرى بتوقيع النفوس المغرمة بجنانها، جو يتبعون الوهم معميهم هواهم والهيام، يرجون عذرا دونها حجيرها واخوانها، يقودهم لقبورهم قايدهم بقيد النعام، يبغى يجدد حزن قوم ما تغيب أحزانها، ولو هو يجي لا ما يجي للثعلب الزهري سنام، حكمة ولي العرش حكمة ما تضيع أركانها، يا أبو جهل كلك جهل لو هو زعل عمرو هشام، الخارطة ورسومها لا تستهين بشانها، اللعب بالتاريخ والجغرافيا دونه تنام، واخر مسافات المسافة ماسكين اعنانها، لو تنجب الغفلة على غفلة لكم 100 غلام، نسل البلا يا اهل البلا وسط المهاد اكفانها، كثرت تمني جاه نور الصبح جلاي الظلام، لين الهقاوي مات من جرح لسان لسانها، واللي ضحك بلوله ضحكه بدا ما هو تمام، مدام باخر رحلته صبحة تهل أعيانها، ترجم غلط والجهل لا يمكن يسوي له نظام، واليا نسى هم الهزايم ما نسى عنوانها، هذا وهي لو هي نهاية يا قليلين الختام، كل البلاد محصنة بحصونها وحصانها. صح لسانك، صح لسانك. اللعب في التاريخ، اللعب بالتاريخ والجغرافيا دونه تنام، دونه تنام. نعم نعم، للأسف احنا لقينا البعض يحاول يلعب التاريخ من 2008 تاريخ الكويت، ويحاول يصور ان احد شرائح المجتمع ما لها دور، وهذا يعني يمكن يخلي القصيدة معنا حتى حديث مستمر. نعم طبعا، شاعرنا حماد النومسي، انا بنقل السؤال للأخ فايز، بس بنوه لان ابي منك إجابة بعدها. يعني انت كنت احد الأسرى خلال الغزو العراقي الغاشم، ولا شك انك جربت شعور الأسير. سيد فايز، العوائل، انتم تلتقون في عوائل الشهداء والأسرى،
ويعني احنا نذكر ان عندنا اسرى الى الان لم يستعاد رفاتهم ولم يحدد مصيرهم. 369 لما اقول حق الناس ان عندنا 369 اسير كويتي لم يحدد مصيره بعد يستغربون. واحنا للاسف غدا الكويت راح تستقبل طائره اول طائره خطوط عراقيه من 22 سنه. على كل حال شنو شعور يعني ذوي الأسرى والشهداء يعني لما تلتقونهم بالمناسبات، خصوصا أن أكيد أن بعضهم يتمنى، يعني أكيد زوجة الشهيد أو عياله الكبار يتمنون على الأقل يشوفون اسم أبوهم في أي مكان في الكويت، حتى يستشعرون أن التضحية هذه ما ذهبت سدى. شنو شعورهم لما هالمطلب ما يتحقق، وشنو شعورهم لما يشوفون الأوضاع في الكويت يعني يصير فيها نوع من التشاحن بين الأسرة الواحد؟ هل عندكم آلية للرصد، أم يعني الأمور هذه ترصدونها فقط يعني من خلال لقاءات شوف دورية؟ أستاذ داهم ولا يهون ومساعد أخوي، أهالي الشهداء أكثر من يشعر بالغصة هالأيام. قولي ليش؟ أغلب الشهداء كانوا منتمين إلى مجاميع ومجموعات، وأنت كأحد أفراد أسرة الشهيد تعلم منو أفراد هذه المجموعة، فكانت دائما أفراد المجموعات تحتوي على جميع فئات وطوائف وطبقات الكويتيين. فبالتالي لما أقول لك أكثر من يشعر بالغصة، لأنك لما تشوف الآن الفرز الاجتماعي اللي حاصل عندنا وتعلم أن شهيدك كان إيد بإيد مع هذا اللي بيفرزك أو اللي أنت بتفرزه والعكس صحيح، تشعر بالغصة. لذلك أنا أقول لك هم أكثر من يشعرون بهذا الشيء. أعرج على مجموعة المسيلة بيت القرين، أول أمس ترى أول أمس مرت ذكراهم، أول أمس كانت معركة القرين المجيدة، أول أمس سمعتوا عنها شيء؟ حد تكلم عنها؟ تكلم عنها مسؤول رسمي ولا تحكت عنها؟ اليوم سوى احتفال بالقرين؟ اليوم في بيت القرين حطوا كل صور الشهداء على أحد حوائط المبنى، وحضر وزير الدولة شمس الوزارة الشيخ محمد عبد المبارك. أنا اليوم تابعت ممتاز. الموضوع ممتاز. مجموعة القرين لو تقرأ أساميها هي نموذج للمجاميع الأخرى، جميع صحيح. فئات الشعب موجودة فيها، ما يحتاج أن نذكر. لذلك أهالي الشهداء شنو يبون؟ ترى ما يبون تكريم مادي ولا يبون، الحمد لله الكل مرتاح، يبون التكريم المعنوي. شنو التكريم المعنوي؟ مثل ما قلت، الطفل اللي أبوه استشهد يبي يشوف الجادة اللي قدام بيته باسمه، يبي يشوف الفصل أو المدرسة، يبي يشوف إحنا سوينا إحصائية وأصدرنا كتاب شهداء وزارة التربية، 27 تقريبا من العاملين والمدرسين في وزارة التربية. تصور هؤلاء كانوا يعملون في مدارس، تروح المدارس اللي كانوا يعملون فيها لا في مختبر لا في ملعب لا في ساحة لا في مطعم فيها المدرسة باسمهم، وكذلك الطلبة. لذلك التكريم المعنوي اللي احنا نبحث عنه. ابو فيصل، تعتقد ان الشيء هذا يعني السؤال لازم اطرحه، تفضل، هل تعتقد ان هذا الامر يعني امر متعمد لطمس تاريخ هؤلاء الشهداء، وان يعني ان في فئه كبيره من الشعب الكويتي بمختلف شرائحها ضحت عشان هذا الوطن، ولا الامر مجرد يعني قله حيله؟ لا قله حيله او يعني ناسين او شيء من هذا القبيل؟ لا اسمح لي، ما دام سالتني انا اقول لك انه مدروس. مدروس وبعنايه. اوف كلام خطير. لاني انا اعرف معقول يعني. لما احد غيرك يقول لي قول له خطير، لكن انا غير. بس ترى ابو فيصل والله يعني انا اقول لك استصعب يعني، وانا اتحمل مسؤوليه كلمتي. من اللي يسعى لطمس تاريخ شهداء الكويت؟ لاني وليش لما اسعى كجمعيه واطق البيبان واترجى واوصل ما في باب ما فتحته، واقعد مثل هالقعدات واقول لهم انا طبعا معاي اهالي الشهداء كلهم يبون هالشيء هذا، وتجد ان التعامل بارد وجامد ومرفوض. شو تتوقع يعني؟ هل لهالدرجه ما في عقل عند هالجهه اللي انت قاعد تقعد معاها؟ المجلس البلدي 6 مرات انا مقدم لهم الاقتراح. طيب هذول منتخبين. ادرس الاقتراح، انت الحين ارفضه او اقبله، لا تجاهله. احمد الصبيح مدير عام البلديه رئيس لجنه التسميات 6 مرات انا بعت له الكتب. ليش اقول لك انا اتحمل المسؤوليه؟ لان الكتب موجوده، واجي اقرا محاضر لجنه التسميات
محمد وسعود وعبد الله. تدري طيب ان تدري ان بس خلينا نعطيك واقع. شو لا شنو سبب يعني شنو اسباب رفضهم مثل هذا؟ ما يرفضون، تجاهل، يتجاهلون، تجاهل يعني حتى ما يردون عليها، ما يردون عليك. لين التقيت في لقاء محمد الوشيحي، ما التقيت، تابعت لقاء محمد الوشيحي مع الاخ زيد عايش العازمي، دخلت على الهواء. الفرصة الوحيدة اللي اني اقدر اوصل لمجلس بلدي، تكلمت مع الاخ زيد عايش وعملت معه موعد، وعملنا اجتماع مع اللجنة الفنية لدراسة اقتراحي، وايضا صارت يعني اسمح لي نسيه منسيه، مو نسيه منسيه، صارت مشكلة في الاجتماع. حتى ترحيب ما رحبوا في مقدم الاقتراح والاعضاء والاعضاء المنتخبين. طيب القضيه لها تفاصيل. طيب عموما بس عشان اختم هالفقره هذه، انا ما بك تختم، بك تقول لي من الجهات اللي ما تعاونت فيها. خلينا نسمي كل جهه. انت الان، انت الان لا البلديه على وجه التحديد، انا اعطيك وزاره التربيه غير متعاونه. نعم لا لا مشاهدينا، السيد فايز العنزي رئيس جمعيه اهالي الشهداء والاسرى ذكر ان المجلس البلدي لم يثمن، والبلديه ايضا، والبلديه لم يثمنوا مبادره الجمعية بإطلاق تسمية الشهداء مو على الشوارع، الجادة، على الجادة، وهذا بالتأكيد إهمال مباشر وصريح من المجلس البلدي وبلدية الكويت لشهداء الكويت للأسف. والآن راح يعدد الجهات اللي أهملت طلبات أهالي الشهداء والأسرى المعنوية اللي بتحسسهم بقيمة تضحيتهم، وخلنا نتابع أسماء الجهات. تفضل. اسمح لي، موضوع المناهج من مسؤول عنه؟ وزارة التربية. راح تسألني أنت شنو سويت؟ قدمنا كتاب لوزارة التربية. أبو مشعان ترى بناخذ من وقتك شوي، لأن الموضوع أصبح يعني بالعكس. أنا مهتم. ليش قلت لك أنا أتحمل مسؤولية؟ كله دوكيومنتد الموضوع. نعم. قدمنا عدة كتب لوزارة التربية لتضمين المناهج. بعدين شكلوا لجنة من 3 سنوات أخيراً يعني. نعم. الوزيرة موضوع الحمود كانت موجودة، شكلت لجنة لوضع، عفوا اللجنه شنو اسم اللجنه؟ لدراسه وضع، لدراسه وضع، مو لوضع، لدراسه وضع سير الشهداء في المناهج. طبعا الكلام هذا صار الغزو صار له اكثر من 18 سنه يعني. وعقب ما تكلمنا احنا الوضع الطبيعي والمنطقي ان الجهه الشعبيه ومقدمه الاقتراح تكون عضو باللجنه. نعم. رحنا لهم قالوا لا يبا انتم ما تدشون، والى الان اللجنه ماكو شيء. هذا واحد، لما اقول لك وزاره التربيه. نعم. البلديه نعم، اذا احنا قلنا البلديه تجاهلت الشهداء والاسرى وتسميتهم، الان الاخ فايز ذكر انا حتى برصد على وجه التحديد. وزارة التربية بعد 22 سنة، اسمعوا يا أهل الكويت، بعد 22 سنة وزارة التربية ما وضعت في المناهج أي تضحية قام فيها شهيد واحد. نعم. وهذا كلام ما هو كلام قناة اليوم أو أحد في قناة اليوم، هذا كلام الأخ فايز العنزي رئيس جمعية الشهداء والأسرى. إذن عندنا البلدية وعندنا وزارة التربية، والآن راح يذكرنا جهات أخرى ما تعاد. تفضل بس خلنا أضيف على وزارة، خلت كل يوم محاكمة علنية للي استهتروا في شهدائنا وأسرانا وما أعطوهم التقدير المعنوي. خلنا بس أضيف على وزارة التربية، أصدرنا كتاب شهداء وزارة التربية، حصرنا فيه بعمل عمل جدا جميل، وبعدين فئة معينة من الفئات الشهداء. أستاذة جليلة اسمها سيهان السهيل ناظرة مدرسة تعاونت معنا وأصدرنا هالكتاب. أول شخص المفروض أقابله منه مو وزير التربية، يفترض بعث له رسالة الأخ نايف الحجرف، وخليه يسمعني الآن، ترى طلب اجتماع قائم يا دكتور نايف. بعث له الرسالة وقلت له أنا جايك عشان أهديك، يعني مو قلت له لقاء وبس، لا، أنا أهديك خلاصة تضحيات وزارة التربية، وأنت يفترض الآن، كنت أنا بقدم لك اقتراح أيضا بالجلسة هذه. تصور، مع احترامي الشديد لك يا دكتور نايف، لا تزعل مني، لكن يجب أني أقول، دق علي مدير مكتبه يقول لي الدكتور نايف يقول لك لك 10 دقائق فقط والساعة 8 الصبح اللقاء. قلت له 10 دقائق والساعة 8؟ قال لي، قلت له ما أبي اللقاء، قول حق الدكتور نايف إذا هو يعتقد أن وقته ثمين أنا وقتي أثمن، لأني مو فايز، أنا أمثل شرف أهل الكويت وأمثل الناس اللي تيجان على رأس أهل الكويت. فإذا قضيتي تقول لي بعشر دقائق والساعة 8 أيضا، إذا آسف أنا ما أبي أجي أبو فيصل، وقس على ذلك. أي رح نحن رح نرجع في يعني اللي أنا عندي سؤال ومشان إذا أنت أي لا أسأل أي لا تفضل ومشان ما علي، يعني إحنا بنواصل مع الأستاذ فايز الجهات اللي ما تعاونت مع جمعية أهالي الشهداء والأسرة، وخلنا نذكر أن وزير التربية الجمعية سوت كتاب عن 37 شهيد، لا لا 150 ما بين طلبة ومعلمين، 150 شهيد. أي. وراحوا يهتون وزيرة إهداء، يعني مو طالبين شيء من الوزير، إهداء. فالوزير بدل ما يرحب فيهم ويعطيهم كل الوقت، على الأقل يناقش الكتاب اللي هو فيه يعني شهداء من وزارة التربية
اعطاهم 10 دقائق وحتى صيغه الطلب لما حد لما حد يدق عليه يقول لك 10 دقائق كانها صيغه غير ترحيبيه. لذلك يعني خلنا نخلي حكم اهل الكويت على وزير التربيه هم يحاكمون عدل اذا كان هو قدر الشهداء والأسرة ام عاملهم بشكل لا يليق بتضحياتهم اللي لولا التضحيات يمكن الوزير نفسه ما قاعد على مكانه الحين. استاذ حماد انت كنت اسير وجربت السجون العراقيه وانت في الحراك السياسي الاخير ونتيجه اللي يعني مشاركتك في الحراك تعرضت ايضا للاعتقال في السجون في الكويت. وانا اوضح في فرق كبير طبعا الكويت ما تقارن بالعراق، العراق بلد ديكتاتوري شمولي واحنا بلدنا بلد بالنهايه ديمقراطي ونحبه ونعزه، لكن بالنهايه يعني في نهايه اليوم انت سجنت. انا بسالك عن مشاعرك اذا تقارن بين الحالتين، انا ما اقول لك تقارن بين النظامين او الدولتين، مشاعرك كانسان لما تكون مسجون في سجون الأسرة العراقيه نتيجه لامر معين قمت فيه خلال الغزو، ولما تكون في ذات الوقت مسجون في يعني محتجز او معتقل في الكويت او سجن في الكويت نتيجه لقضيه سياسيه. انا يعني مقارنه بالمشاعر الانسانيه، يعني ما بيتعدى هذا لحد يقول ان احنا نقول مثلا لا سمح الله نشبه الكويت، لا تكرم الكويت ويكرم نظام الحكم في الكويت عن العراق وعن نظام الحكم ايام صدام حسين، لكن انا اقول كانسانيا لما انت تكون اسير كويتي يحارب العراق واعتداء على الكويت وفي ذات الوقت تلقى نفسك في ديرتك مسجون لانك قلت راي يتعلق يعني براي سياسي بحت. لا هو في تشابه واحد فقط. هذه الامانه الادبيه لازم نقولها. ان احنا في المعتقل ايام دخول مجلس الامه اضربنا عن الطعام بارادتنا. يوم كنا في الاسر في عند القوات العراقيه الغاشمه مضربين عن الطعام غصبا علينا ما يجيبوا لنا اكل. هذا وجه التشابه، اما غير لا يعني الانصاف لا ما في مجال، احنا كنا مدير السجن هنا امانه يعني هذا يقول له الله يذكره بالخير العقيد السعيدي اشبال الظفيري لا تفتح علينا الابواب معود ايه كان يا جماعه اجيب لكم بوفيه اجيب لكم اي شيء بس فكوا الاضراب. لا هناك تحصل لك باليوم ربع خبزه وقطعه رقيه ها يعني هذا وجبتك وجبه واحده و... بس رقي عراقي يعني اي لا ودافعين احنا فلوسها مو ما جايبينها لك هم ماخذين معنا منا مبالغ طائله طيب. يجيبون لك رقي وخبز وكنا احنا مسجونين في الكويت هني في الاحداث اللي بالفردوس نعم فكان عوائل فمرات توك بتاكل هالوجبه الوحيده لك بهاليوم يمرك طفل يطالع في اللي في ايدك استحاله انك تقدر تاكل تكمل وجبتك فممكن يمر عليك 48 ساعة ما تاكل شيء ما تاكل هذا فيه. ايام الغزو العراقي إيه لما نعم كنت في سجن العراق اي نعم فهي انت اذا فهمت سؤالك ان هي قيد الحرية واحد قيد الحرية سواء انت في معتقل في بلدك يمكن اشد بعد اذا في بلدك او في من دولة محتلة واجنبية ذاك اليوم يسولفون عن الربع اللي هم راشد العنزي وكذا ومعتقلين وكذا قلت بالعكس هم اعتقالهم أهون من اعتقالنا احنا حاليا انا اعتبر ان احنا في معتقل او في سجن كبير ما دام الدستور معطل وما دام الحريات منتهكه فانت لا تختلف بالعكس مشوار السجين اللي في الزنزانه داخل بسيط ما عنده مشاوير ولا عنده تعب انت اللي رايح وراد وانت لازلت احنا الحين عندنا على قضية غير من دخول مجلس الأمة في قضية اللي هي أنا والله ما كنت أتودي أتكلم عن الحراك والأمور هذه لكن في قضية مساس ومعطينا منع السفر فيها على أي أساس احنا في كل القضايا اللي نستدعى فيها بس العفو انت عندك قضيه بالقصيده اللي لقيتها في ساحه لا هذه حفظت في هذه حفظت في غير ايضا اي في غيرها زين نعم. ابو مشعان احنا بنردك شويه اي والله يا ريت ترجعونا قواعدنا ونبي نسمع يعني انا يعني انت كنت اسولف معاك وقلت لي عن قصيده لما كان في محاوله ل يعني ترطيب العلاقات بين عراق صدام حسين وبين الكويت في فتره من الفترات او شيء شبيه بالاعتذار من قبل العراق وكان لك قصيده في هذا الموضوع اي نعم صحيح ممكن تسمعنا اي نعم هذا كان بعث صدام اعتذار ولكن عذر اقبح من ذنب نعم يعني ديسمبر 2001 او 2 ديسمبر 2002 قبيل دخول قوات التحالف للعراق فقلت بعد طبعا رفضت انا هذا البيان او الاعتذار هذا مرفوض
فقلت بعد جانا بيان من العراق مصدره صدام باسم طابوره الخامس يصير الهابي إرهابي على الظالم نقول الله أكبر والوعد قدام ليا منه رفع راسه يرده راس مشعابي ألا بسم الله الرحمن أسمي وامر الأقلام وسجل لزماً كل الحقايق واكتب كتابي وشد حزام راسي بالحزام الوافية الصمصام وقيس العلم بقياس العقول ويكمل انصابي ووجه يمة المحراب عن عبادة الأصنام وأنا بصام له معروف ميقافي ومحرابي ولقبل راي راع النمنمة ومعامل النمام ليا شفت الغلط وأهل المغالط مضبط أعصابي بلانا وابتلانا ريس الأقزام والأزلام يدربي يمنا دولابه المنهار ويبابي يحسبنا على خبره نعده حامي الإسلام بعد كنا نعده راعي الطولات وعرابي خدعنا وانخدعنا له بحكم الدين والأرحام نقول إنا على ما قيل بين إخوان وقرابي ولكننا بعد ذقنا مرار الغدر والإجرام بعد ليل ومنا فيه واستامن وجاحابي صحينا وانتهينا من سبات النوم والأحلام عرفنا ملتك يا بن سلول وقلبك الصابي عرفناك وعرفنا حظنا لو ضام لو ضيم ما ينضام يعزه والي القدرة على رغم انفل اذنابي تداركنا خطانا لو خطانا ما عليه انلام وعززنا صفوف العز من عصمان الأشنابي ورتبنا لك الخطة وعوكسنا لك الأيام وحددنا لك الساعة على ميقات وحسابي حرقنا فيلمك اللي به تمثل به على الإعلام وعود وجهك الهابي كما كنت وبقى هابي تثارينا وردينا عليك العام عشر عوام وسددنا لك الصفعة بكف منها الأعطابي بعد هذا تزيد تعيد بالتهديد يا صدام عليكم الهزايم تلطم خدودك بقبقابي صح لسانك عززنا صفوف العز صح لسانك أنا الأشنابي وين عصمان الأشنابي التحالف الخليجي تدربي دولابك المنهار وفعلا يعني الكلام هذا كان قبل سقوطه في 3 أشهر بالضبط صحيح احنا راح نرجع معاكم ان شاء الله لكن بعد فاصل قصير اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال باقي الحديث مع اعزائنا المشاركين في هذا البرنامج نعود اليكم اعزائي المشاهدين لاستكمال باقي حلقه البرنامج الكلام الحر مع ضيوف البرنامج السيد فايز عنزي رئيس جمعيه اهالي الشهداء والاسرى الكويتيين و شاعر سياسي حماد النومسي أبو فيصل يعني في بس معلومة تفضل فيها مغرد حسن السبيعي يعني يقول للتاريخ يعني أنه في الشهيدة إسرار القمندي مذكورة في منهج وزارة التربية ما أدري إذا كان متوسعين في مسألة الذكر بطولات شهداء الكويت الأكيد أنه في الشهيدة إسرار القمندي مذكورة في المنهج لكن وهذا بحسب إفادة مغرد حسن السبيعي أنت تناولت موضوع أنا أرى أنه فيه أهمية يعني أنتوا قدمتوا أكثر من مقترح في مسألة وإحنا ركزنا على هذا الموضوع فيصل أنتوا قدمتوا أكثر من مقترح يعني اقترحتوا أن تسمى جادات الشوارع بأسامي شهداء وقائم المقترح واقترحتوا أن يتم تسمية يعني مختبر أو يعني صالة في المدارس بأسامي مرافق المدرسة مرافق المدرسة بأسامي الشهداء يعني أمور بسيطة يعني يعني وتكلمت وهذا أمر والله أنا أستغربه ويعني أستبعده لأن يعني مو راضي أصدق أنه يكون فيه تجاهل أو تعمد تجاهل الشهداء في هذا الموضوع وفي سؤال يعني بعد هم بعد تفضل فيه أحد الأخوة وقال أن في أسرى كانوا على رأس عملهم وتم أسرهم خلال غزو العراق الغاشم وكانوا من ضمن وهم أعدادهم كبيرة وكانوا من ضمن ممن أطلق سراحهم بعد التحرير مباشرة المعلومات اللي وصلت لي إن حتى كتاب شكر من جهة العمل اللي ينتمي لها هذا الأسير لم يتقدموا حتى بكتاب شكر للأسرى ممن أطلق سراحهم بعد الغزو معقولا الشيء هذا يعني حتى من
أسر خلال الغزو وتم إطلاقه بعد الغزو لم يتقدم، يعني الدولة لم تتقدم له حتى بكتاب شكر؟ هذا الكلام صحيح 100%. أولا بس عشان نأطر حديثنا، إحنا كجمعية غير معنيين بمتابعة هذه الفئة من الأسرى، إحنا نتكلم عن الأسرى اللي ما طلعوا من الغزو بس كمعلومة يعني. إيه لكن هذه المجموعة كبيرة، عدد الأسرى ترى اللي طلعوا بالغزو من الكويتين أكثر من 5000. نعم أكثر من 5000. هؤلاء لم يعني يعوضوا، احنا نتكلم عن تكريم معنوي، ايه؟ نتكلم عن مادية، اقول لك ماديات. حتى مادية لم يعوضوا، وايضا ليس لهم اي لجنة، اي رابطة، اي هيئة، اي جهة ترعاهم. عندهم كثير من مشاكل، بعضهم عندهم حالات مرضية صعبة ما يستطيعون ان يكملون عملهم، بعضهم عندهم عاهات اصبح، بعض ما عندهم احد فعلا يعني يلجؤون له فعلا، يعني حتى على مستوى المعنوي ما قدموا لهم حتى الشكر. ابدا ابدا. نعم انا معقولة يا اي صحيح، كثير منهم يراجعوني، كثير من المراجعين أقول لهم أنا مو باستطاعتي أني أتكلم نيابة عنكم لأن النظام الأساسي ما يسمح، لكن هذا الوضع يعني مع الأسف. إحنا نتكلم، إحنا نتكلم عن الأسرة اللي تم أسرهم في مقر عملهم. لا لا أي أسير سواء مقر عمل، بس على وجه التحديد يعني الأسير اللي تم أسره في مقر عمله وأطلق سراحه لاحقا، يعني حسب ملاحظة إن ما حد يعني جهة عمله ما وجهه له كتاب شكر إنه كان يعني سير المرفق خلال الفترة، خاصة يعني إخوانا العسكريين، العسكريين والنفط، في كثير من النفط والكهرباء خصوصا وسيلة. يعني وحتى يعني ركز حتى على العسكريين في الجيش والحرس الوطني صحيح. والشرطة والعسكريين البدون، والعسكريين البدون بل حتى يعني كانت مكافأة البعض أنه يتم تسريحه. صحيح كلام سليم، بس ما أملك أني يعني أعرف شيء عن هالموضوع أكثر، لأن قلت لك عملي يختلف عنهم، لكن يراجعوني ويسألوني ويعتقدون أن احنا يعني جمعية ممكن ندافع عنهم، بس أقول لهم احنا يعني غير معنيين فيكم. طيب في ملف أبناء الشهداء البدون. نعم. ويعني والله أنا أتألم إنه يعني الآن إحنا في الذكرى 22 للتحرير 22 غزو 23. نعم 22 لتحرير الكويت. صحيح. وإن لحد الآن تكلم عن أبناء لشهداء بدون، شهداء قدموا أرواحهم لهذا الوطن ولا زال أبنائهم بدون، لم يحصلوا حتى على إثبات وعلى جنسية هذا الوطن الذي قدم والدهم روحه فداء لهذا الوطن. صحيح. معقولة يا أبو فيصل؟ يعني أنا بعرف شنو رد الجهات الرسمية إذا أنتم راسلتوهم. نعم نعم. لا هذا ملف كبير وإحنا ماسكينه من الألف للياء الحقيقة. طبعا المرسوم رقم 3 على 1991 اللي مرسوم إنشاء مكتب الشهيد كان ينص في مادة الثالثة على تجنيس، ابد يعني دايركتلي يعني النظر تجنيس، لا تجنيس تجنيس واشكرك يعني على يعني نعم. تحديد البعض يقول النظر، لا وليس النظر، المرسوم موجود، تجنيس والد ووالدة وزوجة واولاد الشهيد تجنيس. فاللي حصل انه في شهداء، يعني الشهداء عندنا نوعين، نوع شهداء الاسر اللي هم الاخيرين والشهداء الغزو اللي هم 2/8 بس المرسوم تغير، المرسوم تغير الان وانا جايك، المرسوم غيره بالنظر انا جاي، لا حول ولا قوه، جايك الان. ف 20 سنه واحنا نشتغل معاهم، جنسوا الحقيقه في جماعه جنسوا 14 عائله لم يتم تجنيسهم بحجه وجود قيود امنيه عليهم. طبعا اسم قيود امنيه اسم كبير ويخرع، قيود امنيه يعني هذا طيب هذا شهيد، شنو القيد الامني اللي عليه؟ القيد الامني هو ليس قيد امني، هو قيد جنائي مو امني اصلا، لان لكن درج يعني التسمية درجة أنه يسمى قيد أمني، لكن هم كلهم كل الـ 14 عائلة محد عليه قيد أمني بالمعنى اللي نفهمه. القيد الأمني تفهم أنت وأي إنسان عاقل يفهمه هو الضرر بالكويت، صح ولا لا؟ هذا مات عشان الكويت. إيه هذا مات عشان الكويت. شنو القيود اللي عليه؟ القيد الآن أنت تتكلم عن ابن الشهيد، ليش ما يجنس؟ الشهيد مات، ابن الشهيد، أنا ابن الشهيد ليش ما تجنسني؟ والله خالك أو خالتك أو عمك أو عمتك أو جدك أو جدتك عليهم قضايا جنائيه، لان ابوي كلير، ابوي مات واستشهد عشان هالديره. هذا المفروض اللي حط القيد الامني نحط عليه قيد امني بالضبط. هذا مو مضبوط اقسم بالله. اقول لك بس ابو فيصل، معنا مداخله من المشاهد سعد الزمانان، مساك الله بالخير اخوي سعد. الله يمسك بالخير يا مرحبا. حياك الله طال عمرك. الله يسلمك، كيف حالك؟ الله يعافيك ويسلمك يا مرحبا. أنا أول شيء طعمكم أشكركم على هذا البرنامج. شكر لك بمتابعتك طال عمرك. الله يسلمك، وبعدين أشكر الأخ فايز على جهود يعني الحقيقة متواصلة دائما بإنصار الشهداء، يعني سواء مطالبة لهم بالأسماء أو مطالبة باللي ما عنده جنسية أن يجنس، وهذا حق
الحقيقة احنا نتشرف ان يكون من اول المتجنسين هم الشهداء. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. وهذه قضية يعني فيها يعني الحق يعني يملأ جوانبها، وابو فيصل يستاهل الشكر وهو واجبه في النهاية. إذا كان عندك مداخلة أخوي سعد. اي والله عندي مداخلة، بس أنا أتمنى من الأخ فايز. نعم. أيضا هناك شهداء، يعني أنا جداني خمسة، ومبارك الزمنان شهيد معركة الرقة 1780، وجدي غصاب الزمنان شهيد معركة الصريف 1901. نعم. وجدي عبد الله الزمنان وسعد الزمنان ومحمد الزمنان شهداء معركة الجارة. حلو، يعني شاركتوا يعني في تقريبا في كل معارك في صراعة الكويت في صراعاتها التاريخية، وقدمتوا يعني كعائلة الكثير من الأبطال والشهداء. نعم. فداء لهذا الوطن. نعم نعم. وهذا طبعا الإنسان قد كثر ما يقدم لوطنه يكون مقل بعد ما في شك. نعم. لكن احنا اتمنى من الاخ فايز ايضا ان يعني يطالب بهؤلاء الشهداء ايضا كاسس من اخوان الشهداء مع غزو العراقي. نعم. سواء الرقة او الصريف. نعم. او القهرة. نعم اخوي سعد، يعني وانا كلمت وكلامك على متمنى، يعني طلبنا اكثر من مره في الشهداء، الان تسمى شوارع والله ما نعرف، والله ما احترمنا لو ما نعرف شنو. نعم والله للاسف، يعني اخوي سعد يعني كتاريخ كعائله سعد الزمنان، عائله الزمنان. نعم. كريمه. نعم. واللي شارك الكثير من ابطالها في. نعم. معارك دوله الكويت، وتحديد حتى يعني صناعه التاريخ، صراعه. نعم. تحديد تاريخ الكويت في. نعم. في فترات يعني خطيره طبعا الزمنان العجمي. الزمنان العجمي. نعم نعم. ونعم والله في. وللاسف انه يعني حتى ما نلقى يعني اسم من هؤلاء الابطال في على اي يافطه حتى لو كانت صغيره في شوارع الكويت، بينما نجد يعني بعض التجار المجشعين وضعت اسامهم رغم انهم لم يقدموا شيء الكويت. والله ما قدموا ناس اسماء مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم، لكن لازم ان الشهيد يلقى يعني له اسم بالمنطقه او بالشارع او بالمدرسه او بالروضه. وايضا شهدائنا اخواننا الشهداء في غزو العراقي ايضا يجب ان لهم اسماء، واللي مو متجنس هو الاحق بالتجنيس من غيره. واضح. يعني واضح. يعني اقل ما تقدم لي انك تجنسه يا اخي، اولاده يتطلعون شيء لابوهم اللي قدموا الصفحه اللي قدمها. واضح واضح، وجهه نظرك واضحه ومطلب محق استاذ سعد، ومشكورين. صحيح. على هالمداخله. ابو فيصل، يعني على السريع اساس ننتقل لابو مشعان، يعني شنو ردك على هذه المطالبات في مساله تضمين شهداء الكويت في الحروب السابقه على غزو العراق؟ ردي ان هذا الكلام منطقي 100%، لان الشهداء، قضيه الشهداء او قيمه الاستشهاد كله لا يتجزأ. كل شهيد قدم تضحيه للكويت في الماضي والحاضر يعتبر شهيد يستحق ان يكرم التكريم المعنوي اللي هو اطلاق الاسماء او الاشياء الثانيه. حلو. كم الشهيد شهداء من عائله الزمنان، وانا اثني عليهم العائله الكريمه، ولا ننسى الفارس غصاب. نعم. بن زمنان معروف في التاريخ. معروف حتى في. نعم. كثير من العوائل يمكن. نعم. اللي يحضرني. نعم. عائله الوعلان وعوائل اخرى كثيره. نعم. يعني كان قدموا عائله كبيره. عائله الوعلان للعلم من الاسرى عندهم اربعه. من الاسرى فقط لهم عندهم اربعه غير الشهداء. والبريعصي عندهم خمسه. خمسه. واكبر شهيد ثاني اكبر اسير كويتي العم، انا ما يحضرني اسمه، اخ اعتقد اسمه مخلد حامد البرايصي امطيري، عمره 76 سنه امطيري. اسر ثلاث اجيال من نفس ذريته. اسر هو ويا ابنائه وابناء ابنائه. واضح. خمستهم الان شهداء. انا بس ابو مشعان، يعني كان لك يعني حتى قصائد حتى في احداث يعني شغلت الشارع لفترات معينه، من ضمنها كان في ملاسنه شهيره بين وزير الخارجيه الاسبق محمد صباح السالم وعزة الدوري. هي موجودة. بس قبلها انا خليني امهد، انا كنت طلبت منك اني اسولف في الحقيقة. يعني طبعا الشيخ محمد صباح السالم يعني الان هو طبعا بعد سالفة التحويلات قدم استقالته بعد إثارة هذه القضية، وهو الان عضو في لجنتين يسمونهم في الأمم المتحدة حكماء، يعني الحكماء. اللجنة الثانية اللي تو تم قبوله فيها يعني مسؤول عن النظر في مستقبل الأمم المتحدة وتقديم توصيات، ويعني وهذا شرف في الحقيقة ليس فقط للكويت بل حتى للأمة العربية. وأنا أقول يمكن لأول مرة أنا أعتقد أن هذه الاختيار الثاني قد يكون بداية لترشيح عربي للشيخ محمد صباح السالم أنه يكون الامين او مرشح ليكون امين العام للامم المتحده، خصوصا
ان الان اسيا اخذت دورها وافريقيا اخذت دورها وحان الوقت لاختيار مرشح او على الاقل انه يكون مرشح من منطقه الشرق الاوسط. لذلك الخبر هذا انا لما المعد حط السؤال هذا في يعني كانت فرصه ان نشيد بكفاءه كويتيه يعني من الاسره الحاكمه خريج جامعه هارفارد وانسان يعني بالاقتصاد والسياسه الخارجيه له باع طويل. ويمكن الميكروفون في الحادثه اللي اشار لها زميل محمد الدوسري ما ساعده، يعني احنا سمعنا بس صوت عزة الدوري، لكن اللي تابع المؤتمر وانا بذكرها للتاريخ ان امير دوله قطر اعطى الكلمه لعزة الدوري في مؤتمر القمه الاسلامي اللي سبق 2002 قبيل الحرب على العراق. نعم. لما تكلم عزة الدوري تكلم باساءات متعدده للكويت، وكان وقتها الشيخ صباح الحمد لله امير الكويت الحالي كان حاضر وكان يبتسم، وكانت ابتسامته يعني هذا يسب، والشيخ صباح كان يبتسم. وقتها كان الشيخ صباح وزير خارجيه، كان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء. فقام الشيخ محمد واعترض بكلام مسموع داخل المؤتمر على عزة الدوري. اللي صار بعدين شنو؟ ان عزة الدوري تكلم فقط 6 دقائق من الكلمة، بعد ذلك الشيخ أمير دولة قطر أعطى الكلمة لمتحدث آخر. نعم. والحادثة هذه يعني استطاع فيها الشيخ محمد صباح سالم أنه يوقف عزة الدوري في مؤتمر قمة كان مهم أنه يكمل كلامه. لذلك أنت كتبت قصيدة أبو مشعل. لا شك أبو محمد، الشيخ محمد صباح السالم يعني إحنا كان الموقف هذا قمة يعني في الشجاعة، أنه لا يسكت عن هضم حق الكويت في محفل كمحفل المؤتمر الإسلامي. وأي رجل يقوم في موقف شجاع يجب أن تجسد هذا الموقف بعيدا عن شخصه، أنا لا أتكلم عن شخصه، وإن كان هو في وزارة الخارجية عندما قدم استقالته أيضا موقف شجاع. صحيح أن حنا متطرفين حيل ونعتب أنه لا يلحق الاستقالة أيضا، تعال وبين جميع المعلومات الخافية عن الشعب، هو لم يقم فيها. هو حضر اللجنة على فكرة للتاريخ، هو حضر اللجنة وأدلى أنا أتكلم بما أعلمه. ما أدري لا لا حتى فوجئ يعني حتى أنا سمعت أنه فوجئ. فأنا استثارني يعني هذا الموقف، وكان عزة الدوري أيضا بذيء ولعن أبوها الشنب وكذا كعادته طبعا وعادته. فقلت بقمة المؤتمر واللي يصير هناك ردنا حاضر وتصريحنا فوري، ندحم الباب ما ندخل مع الشباك، نعلن إعلامنا وبصوت جاهوري، ما علينا من أهل الشك والإرباك، شلة خضير وصدقان خضوري، طغمة الشر والتنصير والإشراك، ليلها معتم ومظلم وديجوري، إن ويناهم بنية فنا وهلاك، نقمع الاشتراكي ويخس الثوري، وإن بدينا بهم راحوا كما الأسماك، نقنص الطارفة ونوجه الهوري، وانت يا نايب المنهار ما ننساك، لعن أبوها الشنب يا عزة الدوري، وانت يا نايب المنهار ما ننساك، لعن أبوها الشنب يا عزة الدوري، ضيع الله رجاك وضعت في ممشاك، تقبل الضيم والتنكيل مجبوري، كل من جاك غازي ما تفك حماك، ترضخ الحكم خصمك تقتنع فوري، ديرتك تحت حكم الفرس والأتراك، ضاعت عراقك وحكمك لها صوري. سلامتكم. هذا بالنسبة للحادثة هذه. أنا والله كانت فيه عندي رسالة تتعلق بالأسرة والشهداء. هي ما تتعلق ولا تتطرق لهم مباشرة، ولكنها في هذا الفلك تسبح، وهي عندما اتخذ القرار في الغزو الأمريكي على العراق. الناس يسمونه تحرير شأنهم، أنا لا يعنيني أني أكون في دور رئيسي في الغزو على العراق، أنا لا أرى في ذلك. أنا أرى أن العراق ظلمت الكويت من العراق وظلم شعبي من العراق، وأنا ضد العراق في جوانب كثيرة، ولكن أني أساعد في الدخول العراق هذا كان. فوجهت رسالة للحكومة، وجهت أن اهتماماتها يجب أن تكون في تحرير الأسرى، في هذا ليس لها شأن في اهتمامات الكويت اللي الحقيقية.
فقلت يا حكومتنا الرشيدة من يد التقصير حذرة، الشعوب البايدة بهمالهم ربي نكبهم، والقدر جاري وله في سائر الأحوال مجرى، والأمور الدور فوق اللي يبى يغضي هدبهم، والجروح الطيب وجروح الندم ما عاد تبرى، تحكي الأيام سيرة من تولاهم طربهم، من قرى التاريخ بأحداث الزمن يكتب ويقرأ، يتعظ والموعظة للواثقين أول سببهم، اصحوا الفرعون والقارون والقيصر وكسرى، كيف تبسيط الخطر من فايل الدنيا شطبهم، غادروا ما غير ذكرى فاشلة يا وي ذكرى، صاروا الضرب المثل واسوأ مثل فيهم ضربهم، والليالي الخرمسية ما بها للناس مسرى، المساري بالغداري ضيعة الناس وعطبهم، والهقاوي بالمحاري ضعف والمستقبل أحرى، والتمادي بالجهالة سلم من ربي حجبهم، قلتها وأقولها من وحي حرصي وانتو مدرى، يا رجال ربنا بالهامه رشده وهبهم، احملوا واستحملوها تركة بالحيل كبرى، الرجال تقوم يوم ان الشعب لمره ندبهم، لا تطوف الاولة والثانية والطوف الاخرى، ثم نصبح مثل قوم جانشبهم من صخبهم، المهم ترسمون حدودنا ونفك الاسرى، والعراقي والمريكي نارهم تاكل حطبهم. نارهم تاكل حطبهم. هو صح صح. المريح بهالقصيده ان الرقيب في وزاره الاعلام اللي يراقب برنامج الكلام الحر ويحيلنا على طول نيابه العامه ما راح يفقه في هالقصيده اللي بعد 10 سنين. الله يوفقه. نعم يا اخ. انا بس بسال. هو على فكره واضح. انا عندي سؤال مهم اذا سريع. بس سؤال ابو محمد. ابو فيصل انا بسال سؤال يعني بخصوص الاهتمام في قضيه الاسرى من فترة التحرير إلى سنة 2003 وقد يكون بعد يعني حرب العراق بفترة بسيطة كان فيه اهتمام غير طبيعي من قبل الدولة للأمانة وأجهزة الدولة وكل يعني المسؤولين والجهات الرسمية في قضية الأسرى والمعتقلين، وكنا نشاهد حضور لهذه القضية للأمانة في كل محفل وكل نشاط كويتي في الخارج وفي الداخل. أصبح يعني شبه يعني مفقود بشكل كامل مسألة الاهتمام في ملف قضية الأسرى، يعني في حالة انعقاد اللجنة التنسيقية بين الكويت والعراق يعود هذا الموضوع للنقاش قليلا أو على هامش الأخبار ثم يختفي بسرعة. شنو السبب يعني؟ يعني الخوف أن يكون هناك يعني محاولة استغلال لهذه القضية في فترة من الفترات ومن ثم تناسي هذا الموضوع. شوف مساعد، مثل ما قلت كانت القضية موجودة على السطح بعد تحرير العراق، وأنا طبعا أسجل اختلافي مع احنا في برنامج ديمقراطي، في أنا أسميه تحرير العراق، رأيي هذا رأيي. كلام حر. كلام حر. أسميه تحرير العراق لأن فعلا العراق كان مغزي من صدام وحررناه، ولها الكلمة هذه لها معاني كثيرة يعني حتى للتاريخ الكويتي يعني سبب انا اشوفه ككويتي. خلنا الحين في الموضوع خلنا موضوع ثاني. ما هو شديد الاحترام لرايب ومشعل، لا هي ارام مغزي من شعبه وشعبه كيفهم ما لنا شغل. عموما فبعد تحرير العراق واكتشاف يعني مصير شو اسرانا هناك، العمل مع الاسف يعني وهذا شيء يعني لازم اني اقوله، اسس فريق اسمه فريق البحث عن الاسرى والمفقودين داخل العراق. هذا الفريق أسس بعد يعني اعتصامات ومظاهرات وكلام يعني صحيح. كان جامد من أهالي الشهداء، وكان في اجتماع تاريخي بتاريخ 29 أبريل بعد سقوط صدام ب20 يوم في مجلس الأمة، وحضر 30 عضو مجلس الأمة والحكومة كاملة. فتمخض هذا الاجتماع عن تأسيس هذا الفريق. كان شنو لسان حالنا إحنا؟ إن لسان حالنا يقول إن اللجنة الوطنية فشلت في حمل هذا الملف، هذا كان احنا نقول هالشكل، وان احنا الان تحرر العراق وصار لنا 20 يوم تجينا اخبار والله في سراديب في واحد يصارخ، تذكرون؟ نعم اذكر. فبالتالي واللجنه الوطنيه ماكو شيء ولا تملك اصلا، ما تملك يعني القدره على بس يفترض بهال 20 سنه عندهم بعض المعلومات وعندهم بعض المصادر داخل العراق، يفترض كان الشاهد اسس هذا الفريق، دخل الفريق برئاسه فيصل الجزاف، لا برئاسه الشيخ محمد الخالد نائب رئيس الوزراء.
لا قصدي اللي دش العراق فيصل كان احد المجاميع اللي دش احد المجاميع كان في اعضاء لحتى الاخ لا. فيصل يعني مشهود له في هذا الجانب بس لم يكن عضوا اساسيا في الفريق لكن هو احد اللجان اللي كان تدخل ابو طلال فاحنا الحين بتكلم لغه ارقام احنا حتى هذا التاريخ وجدنا 236 اسير رفات. وجدنا رفات تصور ان 212 من هال 236 وجدناهم بسنه وثمان شهور من 2003 شهر 6 اول اسير تم الاعلان عن استشهاده سعد مشعل العنزي في 8/6/2003 لغايه 30/30/12/2004 وبنص خمسة عفوا سنتين 212 شهيد زين و14 شهيد في 9 سنوات او في 8 سنوات شو يحوي لك هذا؟ يعني وين التعاون مع العمال؟ جايك انا هي المنطقة بس على السريع لان الوقت ما عاد يسمح أبوه. بالفتره هذه اللي لقينا فيها هؤلاء الشهداء كانت الارض العراقيه تحت السلطه الامريكيه او سلطه التحالف كانوا متعاونين تماما عندما استلمت الحكومه العراقيه السلطه وقف الشغل انا الوم مو العراقيين الوم الكويتيين الوم الجانب الكويتي الوم وزاره الخارجيه الوم اللجنه الوطنيه تصور ان وقع بروتوكول في غفله من الزمن وفي ليله ظلماء احنا كفريق بحث لم نكن نعلم عنه وقع بروتوكول بين الجانب الكويتي والجانب العراقي والصليب الاحمر يمنع دخول فريق البحث الى العراق السبب سبب غيره شلون غيره البلاط غيره الكويت وقعت شلون احنا فريق البحث ندخل ونجيب الاسره واللجنه الوطنيه قاعده فريق البحث اللي تابع للشيخ محمد الخالد نعم عرفت يعني غيره بين جهات كويتيه تحرم الكويتيين اي نعم وهذا الكلام يعني الوصول للمعلومه حول شهدائهم واسرائهم معقوله يعني معقوله ونص وقلت لك انا اي كلمه اقولها انا مسؤول عنها وعندي ما يثبت ذلك احنا قعدنا بالاجتماع وجتنا اتصالات من العراق تقول لنا ترى يا جماعه وشغلكم وقف خلاص ليش وقف كان والله انتم وقعتوا من الموقع اللجنه الوطنيه موقع فريق البحث لا يعني والله للاسف يا ابو فيصل كارثه للاسف يا ابو فيصل ان هذا يعني هذا اداء مؤسسات رسميه حكوميه بس على ذلك الان حسب ما تفضلت فيه والله الواحد ياسف يعني انه يكون نعم. هذا نعم احنا ملف طويل عندنا سؤال انتم يعني اللي فهمت ان الاحتفال سواء مكتب الشهيد انت ما تعلم عنه شيء انت شنو علاقتكم مكتب الشهيد هل في تعاون بينكم وبينهم مكتب الشهيد يعني احنا 10 سنوات نتعامل مع اللجنه الوطنيه بعدين ب 2003 انتقلنا الى شهداء احنا نقول قمنا احنا نترحم على ايام اللجنه الوطنيه على سوء التعاون اللي بيننا مكتب الشهيد انا رايي من أسوأ الادارات الحكوميه بالكويت هذا واحد مكتب الشهيد يعاني من مشكله نفسيه بقياداته هذا رايك احنا ما نقدر يعني رايي خليك كمل رايي يعاني من مشكله نفسيه بقيادته تدري شنو المشكله النفسيه احنا جمعيه ما عندنا امكانيات جمعيه شعبيه جمعيه اعضائها من اهالي الاسرى والشهداء تصور مشكلتهم كل ما نتحرك خطوه شلون بالله شلون هذيل قاعد يشتغلون شلون هذيل فقاعد يحاولون يعرقلون كل شغلنا لكن مع ذلك احنا ترى متوجهين وماشيين بطريقنا ولا احنا نطلب منهم ساعات معلومات بيانات تعاون ما في تعاون بينهم احنا نقول ما نبي منكم تعاون احنا جايين جمعيه قائمه وقاعد نشتغل على اكمل وجه لكن نقول تفتوا للشهداء حققوا الانجازات انت تتبع الديوان الاميري وعندك هالامكانيات ما قدمت اقتراح تسميه الشوارع انت ما تقدر تسوي والله يا للامانه ابو فيصل احنا لحد الان يعني نتوقع منهم الكثير لكن انا شخصيا ما لمست شيء يعني واضح ومكشوف العلن خاصه من مكتب الشهيد الوقت يداهمنا ابو فيصل بس الفرق بينهم وبين مكتب الشهيد يجسد الازمه في الكويت ان جمعيه الاسرى والشهداء جمعيه منتخبه نعم. جاءت بالانتخاب صحيح. ومكتب الشهيد هو ناس معينين لذلك الفرق بين اللي يشتغل ورا ناس يحاسبونه اكيد وبين اللي يشتغل هو معين في اختلاف اكيد لا شك احتاج دقيقه اذا تعطيني تفضل احنا الجمعيه اي الجمعيه في اطار توسعها انضمت الى الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وهذا هيئه رسميه تابعه لجامعه الدول العربيه ولله الحمد وهذا هذا الاتحاد يمنح كل سنه 10 شهادات شكر وتقدير ووفاء لعشرة من شهداء الدولة الجمعية رأت أن هذه فرصة أن تكرم كل سنة 10 من شهدائها الأسرة ونجيب لهم هذا التكريم ونعمل هنا حفل عملنا الحفل الأول برعاية الشيخ ناصر محمد رئيس الوزراء ب 2010 والآن يوم 18 مارس القادم سيكون الحفل في فندق ريجنسي بلس إن شاء الله برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره
الشيخ جابر المبارك بتكريم 20 وليس 20 حسنة. الاختيار عشوائي يكون؟ لا مو عشوائي، هذا يعني أشكرك على السؤال. الاختيار عشان نحقق العدالة الكاملة في هالموضوع في أسبقية التعرف على الرفات اللي تم إعلانه، أول 10 تم إعلانهم نعلنهم، والعشرة اللي وراهم خير، فهذا جزء قليل نقدر نقدمه إضافة إلى الكتيبات والإصدارات اللي قاعد نقدمها. جهودكم مشكور. إحنا نركز الآن ونساعد على التخليد، نركز كثيرا على موضوع التخليد في هذا الجانب. جهودكم مشكور يا أبو فيصل، وعساكم تعطون أكثر. أبو مشعان بنختم في قصيدة. أبشر. ما نقدر. أبشر. هو باختيارك يا أبو. حاضر. هو في بس ما قصيده ما تودينا من الدوله يا معلم. لا 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 حليله حليله هذه حلوه مرتبه شوي. في 2003 لما سقطت بغداد وانتهى صدام وكذا، قالوا خلاص انت ايش تبي؟ اذيتنا كله شعر سياسي، نبي شعر غزل، نبي شعر كذا. ايه ف تقول القصيده قالت تترك عنك كل اللي تقوله وجب غزل، ودنا نسمع قصايد حب من عذب الكلام، كل شعر ما تغنى بالغزل ما هو جزل، وكل شاعر لازم يغني على وتار الغرام. اترك الشعر السياسي واختزل ما نختزل، من حديث الروح للروح وتباريح الهيام. قلت حاضر عن كلامي بالسياسة معتزل، بعد ما طاحت جيوب البعث وازلام النظام، من بعد مسرح مهازلهم مع ستاره نزل، وانتهت أهز الفصول المسرحية بانهزام. ما يجوز إنا نزيد الموقف المخجل هزل، المثل يقول كثر الضرب بالميت حرام. مير قومي والعبي لي يم خصر منعزل، لاعبي غربي هوانا بحلى منثور وقوام. غطرفي يا بنت لي وأنا حبيبك لم أزل، واسمعي مني قصايد حبنا مليون عام. عشقنا العشق الأصيل اللي عشقنا من الأزل، ما يزول ولا تزول أرض الكويت أرض السلام. حبنا لكويتنا حب عفيف ولا يزل، يرتفع برواحنا وإحساسنا لعلى مقام. هي هواي وكل شعري في معانيها غزل، وهي شعور القلب وأسرار المحبة والغرام. صح لسانك يا مشعان، صح لسانك. قصيده جزله ما علينا منها، قصيده جزله. الله يبارك فيك. تختلف نسبيه عاد. لا لا جزله والله يزيل كل بعث. نعم امين. واولهم الان الجاثم الان في سوريا. امين. وهذا زائل ابشرك وبشر الاخوان، هذا زائل باذن الله. من اول اللي يرتكب فظاعات والله ما ارتكبها اي مجرم، انا على الاقل الشيء اللي انا قريته في التاريخ ما ارتكبها. شخص في شعبه يدعي انهم شعبه، وانا اتاكد متاكد ان الشخص هذا لا ينتمي للدم السوري. من اول دم سقط لشهيد سوري، ثقه تامه ان هذا النظام لن يبقى ابدا. هذه يعني سوابق تاريخيه ما يقدر يتجاوزها لا هذا النظام ولا بعد. مشكور يا ابو مشعان. شكرا لكم محمد النومسي، والشكر موصول لرئيس جمعيه اهالي الشهداء والاسر الكويتيه ابو فيصل فايز العنزي. وابو محمد مشكور، اذا عندك كلمه. ابدا. نشكركم لاثراء هذه الحلقه عن يوم التحرير، يوم تحرير الكويت من 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 اكثر او الطغيان والاستبداد في العصر الحديث، ونتمنى الا تعود هذه الاجواء اجواء الغزو، ونتمنى ان تستمر ايام التحرير في كل يوم، ونتمنى أن يخرج إخواننا المعتقلين في أقرب وقت ليشاركونا هذه الاحتفالات. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقي معكم قريبا في حلقة جديدة من برنامج الكلام الحر.